الشيخة وما صنعي الكوفي هذا اللي جميك اللي كان اللي جبته يا حشي ما طفل يزي برك راك اشم لزيك زعما كل ديتهم بالكوبياج بعد تقول لهم دينا لي ديفلام ديتو زيرو ديتو شمي اما شي عثمان حكم فيهم صعب يضربوا فيا بالبلايطه وبتاع الكاغط لقد عيت لقد في كل يوم لي كرات أحريقها وتيديات إني أراني معاودا وأحس للعام فوات في كل يوم لي كرات أحريقها وتيديات إني أراني معاودا وأحس للعام فوات أستاذنا المحبوب أدركنا وأعطينا نقطات لم يبقى إلا أنسى حتى نخرج بعض الموديلات قسم النقاط فيما بنتهم وكان حق الصير لم يشفع لي أنا تفدرت ولا تمرين في التيديات أستاذنا 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 المحبوب أدركنا وأعطينا نقطات أخي الحبيب هل طلعت وقرأت الأفشاج أنا وأنت سنلتقي في السنتاز والرطرفاش لم يبق إلا غلق الباب وللأستاذ ديروا براج نقرأ التربية والتاريخ بهم نديروا الشنطان ديروا الشنطان ديروا الشنطان الشنطاج والروح على ذا الفلاش في كل يوم لي كرات أحريقها وتيديات إني أراني مدربليا وأحس للعام فوات وأحس للعام فوات وأحس للعام فوات السلام عليكم ورحمة الله يا أعزائي الفقاقير فقاقير لكننا لا نباع ولا نشترى بالملايير فقاقير لكننا بدون فيزة نطير أهلا وسهلا بكم جميعا الصحافة الحرة هي التي تقول للحاكم ما يريده الشعب وليس أن تقول للشعب ما يريده الحاكم عسلاما في اللون ثمغارنا البركة مرحبا بك يا خالتي العزيزة يا بحر أفديك بحرا ملأت قلبي سحرا ربي يرجع كل غريب الأهل إن شاء الله اهلا بالفقاقير نتاع الصحارير اللي يموتوا على الجورنال يجريوا باش يلحقوا بالجورنال يستعملوا الهبريد الصحراوي اعزائي الفقاقير الهبريد الصحراوي سي ميلونج تاع الجمل والفيلو واللي نسميوه جميلو اهلا بكم في الجورنال هنا نديروا لافاج في الجورنال نديروا لافاج لافاج كيري هذه لازم مكتب العلاقات مع المواطن هذه الممنوعه للمواطن هذه لازم نقراوها بالبوديزم البوديزم تاع تورتيكولي تاع درس العقل المواطن ممنوع من دخول المكتب المخصص له لكن حنايا بيبان كل مفتوحين حنا عندنا الباب مفتوح في وجه جميع القطاقيط والفقاقير والعتاريس ابوابنا ما فيهاش المفاتيح خاطرك شل المفاتيح تاعنا وكل العيون اعزائي الفقاقير وعلاش علاش ما عندناش ثقافة لاشين كيما لي زانجليز؟ وعلاش نحبوا نلصقوا في بعضنا هذاك البنيان المرصوص؟ هذه رسالة دكتورة يجب أن نناقشها في أقرب الأجال خاوتي. يا جماعة راهم بداوا جاتني معلومات أنا باللي راهم بداوا التشويش على المقاربية. واللي ما حكمناش يدير فيها قصعة وقرعة خل مرقية طبعا من عند ولاد خيرة ويشوف لي ماشي 100% داريجين. اش دي ولي شوفها. You are watching me and I am watching you too every day. Come to your. يا جماعة ما تحيروش
دائما تزول لي رسائل في الفيسبوك وتقولوا لي سوف يخترقون الكمبيوتر نتاعك والتليفون. ما عنديش كمبيوتر، التليفون نتاعي انقر نصر، انقر سن عب عبل، مسكر بالصاب والتليفون نتاعي ما تحيروش. يا الهواري الهواري طلع في الكراد خوتي، لحق لما انا بالطفطف هذيك تاع تاع لا موطو عطاوها طنابيل، قد ما تعميها في هذه البلاد قد ما تعميها تطلع بيك. السي محمد استعرفوا بيك، السي محمد والله نستعرفوا بيك، راك تعاون في الفقاقير، لكن من عندي من عندي ليك حق ربي راك تلعب بالخبزان تاع ولادك. المهم احنا رانا كاع لهنا في الجورنال رانا معاك، تحيه خالصه من عند الجماعه وكل، والله يسترك الله يسترك من ولاد الحرام ان شاء الله. مقال الاول اعزائي الفقاقير، رئيس الجبهه الشعبيه الجزائريه عمارة بن يونس يصرح للخبر عقل بوتفليقه يشتغل افضل من عقولنا جميعا. عندي الف سنه وانا نقول من بكري وانا نقول عليه السيد هذا حوزوه هو والخنفوسه من الارسيدي. اذا وين فهمت؟ اذا وين فهمت؟ المهم سي بن يونس راك مبارتيسيبي في راك مرصح باش تنال لابروس نتاع الذهب. راك في لاليست وعندك يعني عندك على بالي بلي عندك طموحات جيدة باش تديها ان شاء الله. رمضان العمامره هذا المينيستر تاعنا تاع ليترانجي زي الفقاقير، لو بريزيدون بوتفليكا فا بيان اي لالجيري فا بيان، تسمى قال لنا فخامته راهو بيان والجزائر راهي بيان وانا مانيش بيان. عادل عادل تاك بيان حتى عادل ما عجبوش الحال ما في روش قريدوش موش بيان وزيد نسقسي عقيل عيط لي العقيل عشق بيبي والعقيل اخي قلت لنا بيبي ولي برك بيبينا العقيل اقول نسقسي واسكي صفا والله صفا بار عشق. بصح عايزين الفقاقير لي زاميريك سولو اون انكيت دو نيويورك تايمز الجيري فا فيغ اون امبلوزيون. امبلوزيون كيفاش نقولها لكم انا بالعربيه تاع الدرجه، تسمى كلي تطربق علينا من داخل كي الكرابين. لي زاميريك هذو المعروفين بالتجسس والتصنت والاستخبار والاستماع والتقرعيج وبرقيات الويكيليكس راهم كل يقولوا باللي الجزائر صافا با. بصح حنايا في الجزائر ماناش سامعين بجدهم اطلاقا بالمره، والناس الكل راهي تبندر راهي تبندر للهرده الرابعه. الناس الكل اعزائي الفقاقير راهم يبندروا للهرده الرابعه، والعديد من الجمعيات والمنظمات هذيك اللي كانت محسوبه على ما يسمى ضحايا الارهاب اي دايره حيله الاحتجاجات العارمه مساكن صرا فيهم الباطل. وفي نفس الوقت شوفوا هذه المخلوقه واش راهي تقول. تعلن المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب وتطلب من السيد رئيس الجمهورية أن يتقدم لرئاسة الجزائر، وأن المنظمة تعلن مساندة الرئيس في العهد المقبلة، ولم يأتي هذا الاختيار نتيجة خبطة عشوائية. هذه أي سيد فقاقير هذه سليلة أبو العتاريس بصح موفاس نوفل كي خرجت خبطوها جمعية الشنابطية خبطة عشوائية طلعتها ديركت للمستشفى نتاع السبيطار في غيليزان. جا الهواري بالامبيلانس طلعها ديركت. توظيف الاحتياطيين واقصاء الناجحين في مسابقات التربية. يا سي نوروال سي نوروال اعزائي الفقاقير اخوتي الاعزاء، لان الراسبين في القوه الاقليميه هذه اللي رانا عايشين فيها يولي وزراء لا بروف. محطه قاعديه لهاتف النقال مركبه عبر الوطن تاخذ من مستويات الذبذبات الكهرومغناطيسيه الصادره عنها. الله يذبذب لك راسك ان شاء الله يا بطر وجهي بطر وجهي يا مخلوقه.
انا التصوير هذه كي شفتها قلت انا لازم لخوتي الاعزاء اني نبوزي لهم بو كيستيون. هل تظنون ماكذا في قرارات انفسكم جميعا ان نساء المسعولين يزيدوا في هذا المكان؟ الوحيد الذي ربح شكارا كابريس هو عمي هذا مسكين ربي يشفيه، كان في المستشفى كذلك. اني هكذا وعمي عايشك اعطينا لا ريبونس نتاع البو كيستيون هذه. انا شوف صنتي مليح، هي لا راه فيها ما فيها لا ماء لا طريق لا تريسيتي لا غاز لا والو، والناس راهي سايبه. انا السبيطار راه كيما الكوري سيد الرئيس، ماذا بكم تبعثوا لنا كيماويات وتتدفعونا في البحر. الاساتذه المضربون والتلاميذ ممنوعون من مغادره المدارس. تسمى قابلني ونقابلك يا طاجين الحوت، انت ما طيب وانا ما ناكلك. ادراك المعلم والتلميذ الان في الاقسام الجزائريه، الاولاد راهم يقراو يقنيو في نفس الوقت والبنات اللي ما يحبوش يقراو كما قال عمي ابو العتاريس. واش يصير لكنا رغم اعتراض السكان على الأشغال وتهديدهم بقطع الطريق، مير الأبيار يقرر إزالة مساحة خضراء بمدرسة جي سولي. جي سولي يا سي محمد، سما هو جاتو على المساحة الخضراء اللي كانوا يلعبوا فيها أولادنا. بصح مسكين أنا نستعرف له بهذه للأمانة، خلى لهم زغبة تراب هكذا يديروا فيها لي زيكسبيريونس تاع التجارب. إيه خش باش من مصاعب سمو مفقودة طبقها هيك تحت ثانية. من هو السعيد؟ هذا السؤال حير العشرات من الصحفيين اللي كانوا متواجدين. كان آخر اسم نطقه عبد القادر بن صالح وهو يقرأ قائمة أعضاء المكتب الوطني للأناندي في اختتام جلسات المؤتمر الأخير. اسم السعيد دون أن يذكر الاسم العائلي لهذا الشخص. سكيميت مع عقبو سكيميت. احنا ديجا ما مش السعيد كما راي الجريدة تخرج اسمه نسيم، تسمى الجريدة يطير يا برك. ونسيم هذا أعزائي الفقاقير ولد خو جاسيون، هذاك الشيف هذاك تاع السنديكا تاع النقابه اللي هذاك اللي حط الملايين المليانه من المليارات في خليفه بونك. اي باي لي اون تران دو فير لا ميم شوز، راهو يدير نفس الشيء العهده الرابعه، راهو يبندر وراح يسيني الان في مكان كل العمال الجزائريين اللي في خليفه بنك سينيور في بلاصه 10 ولا 20. وقالت له الجوجه، قالت له سينيت في بلاصتهم، قال لها سينيت في بلاصتهم بصح الكل كانوا على بالهم. هذا مش تصوير بالنسبه للبولحيه تاع السيد السعيد. مطاعم 15 مليار اعزائي الفقاقير. لمن للتلاميذ، انا كي شفتها قلت الحمد لله كي حلوا عينيهم هكذا ولاو يفكروا في ولادنا وش ياكلوا وش يشربوا وهذاك. نوليو كي لي زانجليز ولي زاميريكان هكذا ولادنا يروحوا الصباح يفطروا الغدا ياكلوا مليح والعشوه يجيو بيان وهذاك. الملاير عطاو لهم. بصح مصالح قمع الغش تصنف الاطعام المدرسي في خانه الاكثر خطوره على التلاميذ. بصح انا جاوني معلومات للجورنال العتاريس راكم وليتوا تضربوا في الكويز دو كرونوي. لو طلع بكم الشان وليتوا تاكلوا دي بلا فرونسي افيك فورشيت كودو. لا غنستعرف بكم. فضيحه في مسابقه الدكتوراه بجامعه بوزريعه. جمعيه مكافحه الفساد تطالب بالكشف عن ملابساتها. الاداره اصدرت قرارات فصل واقاله سريه. سريه خاوتي لازم تريح بيناتهم برك. ثم حتى الاقاله ولات سكيمي. ثم كي يكون واحد من جماعتهم سكيمي برك. ضد المتورطين في القضيه. تي وا كومون سا سباس دون سباس. مالا انا نقول لكم خاوتي ابارتير دو دورين افون كي تلاقاو مع وزير هكذا عقول، اذا عرف السبب بطل العجب. أزمة الحليب تتفاقم في الجزائر. تفاقمت أزمة الحليب في الجزائر إلى حد صار معه الحصول على كيس أو اثنين أمرا بعيد المنال. إيسي بلاد معمرة بقارة وبرمامان معمر حلابة والشعب ماسي لاشين على الحليب.
اشي لاشين الحليب في الدم الكاتورز السي الشكار ديال الحليب. 85 مرشح للرئاسيات المقبله من بينهم 18 رئيس حزب. 85 بنو ادم راح يوليو بريزيدان علينا. حنا يا شعب مسالم، شعب حنين، وندي بيبي الناس كلشي تيني يحكمونا. لهند خاوتي اللي فيها مليار من لا بوبولاسيون ما عندهمش هذا العدد من المرشحين. نورمال تراس ب 600 مليون تدخل لك تجيب هذوك لي فوس سيناتور كما كانت تدير لهم خالتي لويزا. خالتي لويزا خطره رشحت روحها ما لمتش لي سيناتور، حطت لهم سيناتور من فوق وسيناتور من تحت، وفي النص دارت لهم غير المقروط. دارت لهم غير المقروط في النص، حق ربي غير حلوا الكامل وحيروا. هذه لويزا اللي كواغطو كل بيض في النص، سي نورمال 600 مليون للراس. يا الله يا كريم، لا احد من المرشحين للرئاسيات بامكانه منافسه بوتفليقه. مالين الميت صبروا والعزايا كفروا. هذا الشخص خاوتي له بعد نظر ويشوف خير من كل الجزائريين، وراه متخصص في اللاكريموجان والكربير والفوسفات وقبار والزنجبيل والريميتي، ويا ناسي تصويت يرحم والديك. يا عمي سحنون ما تخلينيش نقول لك ما لا يرضيك عايشك. أنا حكم على أنا يحبس لي. خالد أتومي في مونتي لا كادونس كونستانتين كابيتال دو لا كولتور عرب 2015. الخنفوسة خاوتي بعد تلمسان راهي في مدينة الجسور المعلقة يا حبابي. راهي في مدينة الجسور المعلقة، دات مقر الولاية، دات الفيلات البارطمانات. ربي ان شاء الله يعلقك في الطريفيريك نتاع قسنطينة. نورمال تشطحي وتقني فرتونة راهي في عاصمة الثقافة خاوتي. اضربي فيها رفع النفة. انت مقصرة. كي نسقسيوها نقولوا لها وين راحت الملايير هذيك المماريرة؟ تقول لنا في الفنون الجميلة. اي الفنون الجميلة هاي الفنون الجميلة تاع الخنفوسة. سي محمد سكوندال دو نيبوتيزم او سان دو غوفرنمون. عمار غول اوري ديزيني سون فرير على تيت دون ديريكسيون ريجيونال دي الجيري. تسمنا خدم لنا اوتوروت كارثية ورايح يدير لنا دودانات. راح يدير لنا الدودانات في اللي كولوار نتاع لي زايريان. راح يدير لنا الدودانات في اللي كولوار تاع الطيارات. سي محمد على بالك الكاميو على بالك دوبل بون. اسمع بالخبر برك مسكين. حق ربي مش فوتوشوب هذه التصويره. الكاميو برك مسكين نعتنا من برك. هذه الطرق اللي دارهم منا هذه المعجزه. هذا الامين العام للتنسيقيه الوطنيه للائمه جلوله اجيمي في منتدى البلاد. اذا لم يترشح بوتفليقه لعهده رابعه سنقاطع الانتخابات. اجيمي راح نجيب لك واحد انا يريبوندي لك، بصح انا ما نقدرلكش. اجيمي تو عمي علي بن الحاج على بالي يعطيك ايبون وزاري. انا ما نقدرلكش نجيب لك واحد الله ان شاء الله يفرسك بالكاراتماني تاع الجودوكا تاع التايكوندو. لويزا حنون يا احبابي. لويزا حنون تترشح لرئاسه الجزائر والتجمع يقاطع. لويزا حنون ترشحت في انتخابات عامي 2004 و2009 وحصلت فقط على 4% كحد اقصى. خالتي لويزا انا على بالي باللي على بالك باللي راني على بالي باللي رايحه تلعبي رينوبا. يا ربي يا الحنين يا مولاي راح تلعبي لنا الرينوبا. اعزائي الفقاقير جفو بريزونت لابينو هذا باش يتبعنا حتى نتخلص الانتخابات ان شاء الله. تسمى بصح انا مانيش شاتيك خالتي لويزا. ما تبهدليناش انت والخنفوسه قدام الجناس. المهم انا حاب نفهم عليها راكي تترشحي باش تدي 1% في 2004 و 4% في 2009. تسمى حتى المناضلين نتاعك تاع البيتي ما فوطاوش عليك. على خير خالتي.
باسبور ديبلوماتيك اوغمونطاسيون دي زاندمنيتي اي دي بريم لي نوفيل اكزيجونس دي ديبوتي. هادو البرمائيين خاوتي يحوسوا يديو باسبورات حمر تاع لي ديبلوماتيك هذوك تاكتيكو تكنيك باش يوليو باش يوليو يخرجوا بلا فيزات. وغاضتهم هكذا حست في قلوبهم وفي انفسهم باش يديروا الفيزا كيما حنايا الفقاقير باش يديو الفيزا. حنا ما لقيناش الحليب لولادنا وما يحوسوا على الباسبورات تاع الديبلوماتيك. 35 مليون 35 ما كفوهمش 35 مليون ما كفوهمش خاوتي باش يحوسوا باسبور ديبلوماتيك باش يهربوا الفلوس في المطارات بلا ما يحوسوهم. العام طول العام طول هما رافدين يديهم العام طول هما رافدين يديهم هكذا كيبني ويوي هبدوهم هردوهم بالفاتورات تاع التليفون. نعطيك ابسط مثال. عندك التليفون الفاتوره تاع التليفون تجيك في الشهر تجيك 3 ملايين 4 ملايين لانه الناس ما يكلموكش كاع يبيبولك. شفتوا هذا البرمائيه اعزائي الفقاقير اصبح حنا بيبولا زيد بيبيلا عشك قالت لكم ما بيبيولي تما هي تسلك الفاتورات غونفليتهم بزاف خاطرش حنا بيبيولا انا مصبوح حنا بيبولا زيد عيط لها عيط للعقيل عشك. شفتوا بيباج انسيسون من عند الجورنال ما ريبوندات لناش مره ما قالت لناش ميم با ما رد عليكم. وزير الداخلية الطيب بالعيز يصرح المعارضة ممنوعة من الترويج لمقاطعة الرئاسيات. سوا تو اي افيك موا سوا تو اي كونتر توا. هذه هي لا فيلوزوفي تاع تاعهم. الجزائر في حاجة إلى رئيس يعمل 16 ساعة يوميا. هذا رئيس الحكومة الأسبق بن بيتور. تسمى انا عندي سؤال هكذا بو كيستيون لمسيو بن بيتور انت شكون قال لك ما يخدمش فخامته راه لاباس بخير ما يخدمش غير بالحد ويروبوزي السمانه الباقيه. ميسيو نكاز ميسيو رشيد نكاز تحيه لابن الجزائر رشيد نكاز والله انت طري سيمباتيك كي شفتك دخلت قلبي وعندك مواقف في فرنسا بصح قبل ما دير الديكه هذيك وتقلب لها من القوارض كاش واحد يقلب لها من القوارض في 2014 سي رشيد. بصح راني نشوف فيك كي الخروف كي الخروف دي ميسيو سوغان شتي هذيك لاشيفر دي ميسيو سوغان رايحين ياكلوك يا حبيبي راهم داخلين غير لي بوالور يا صاحبي بن بيتور بن فليس إيه عدل عدل واش وجد لنا على بن فليس عايشك الو عادل ورا عادل او كيف يروح في لابوز يا صاحبي اون بلان جورنان يروح في لابوز. الله حكمت مع قطه ذا عادل يا صاحبي وين احتاجوا من الجو اوف لابوز اوف لابوز يموت على ديسان انيمي تاع لي كارتون هذوك تاع الرسوم المتحركه. انتم لا جونيس اللي راكم تفرجوا فينا ما تعرفوش بن فليس هذا بن فليس هذا في 2004 مسكين خسر ابلاكوتور خسر ابلاكوتور خرج كابو مع فخامته. ايبا انا قاعد نخمم من 2004 حتى ل 2014 أين كان؟ علي بعليش غضتني غضتني بعليش السي علي والله نخلفوها له نخلفوها له إن شاء الله طيبك والله طيبك مازال يامات ونخلفوها له معليش معليش الله هردنا هردنا يا سي علي هردنا قول لي شحال قد ريح لنا 10 سنين قلت الله في الأفضل خلي نخلفوها له إن شاء الله نخلفوها له خلي نولي لي 10 سنين 10 سنين
الحق الوقت الحق الوقت. سعدي سعدي اروح 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 يا حبيبي اروح. هو لازم نعاودو الريفورمي وكاع يا وليدي. شو كيف شو لا اله الا الله. هو لاباس لاباس. شكون هو البريزيدون؟ مازال راهي في الهرده الرابعه يا صح هذا الخطوه. دوك نعاودوك دوك نعاودوك نعاودوك بدار جديد. اعطيه الحس اعطوه الحس هذا الخطوه. جماعة الظل شهد أكثر من مرة خلال الأيام الماضية كل من شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة برفقة وزير النقل عمار غول والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني والمدير العام السابق للجوية الجزائرية وحيد بوعبدالله في سهرات ليلية طويلة بإحدى فيلات نادي صنوبر. نادي صنوبر لكليب دي بينس في الجزائر العاصمة وهو الرباعي الذي يشكل فيما يبدو جماعة الظل. فأي سيناريوهات يحضرون لنا يا مسيو رشيد؟ قلت لك الجماعة راهي تتلاقى في يا مسيو نكاس الجماعة راهي تتلاقى في لي فيليت نتاع الكلوب دي بينس. وانا على بالي بلي ما عندكش الكارطة تاع الكلوب دي بينس يا حبيبي. غير لي بوالور حق ربي غير تخرج كابو. احباط مخطط لتفجير غردية بطاطاش. اون بارلون دو غردية خاوتي بطاطاش السلطة مسؤولة عما يحدث في غردية. حمل امس السكرتير الاول لجبهة القوى الاشتراكية احمد بطاطاش من غردية السلطة المسؤولية الكاملة في كل ما شهدته غردية من احداث دامية تسببت في مقتل الابرياء وارعاب المواطن في هذه المنطقة الحساسة. لافير هذه تاع غردية دخل فيها اعزائي الفقاقير صاحب المهام القذرة. رايحة بعيد الشر بعيد الشر رايحة تولي كي موريتانيا بعيد الشر يا خوتي. والله دخل فيها هذا اعزائي الفقاقير. وانا الان اكثر من هذا المنبر نهضر مع لا جونيس تاع غردية على بالي بلاكم تتبعوا بزاف الجورنال ايا كنتم اباضيين ولا مالكيين. والله يا خوتي غير قلوبنا اي متقطع عليكم. انتم اباضيين ولا مالكيين ولا احنا يا الكل كاع ديزالجيريان كاع جزائريين ولازم ما يديرولناش كيما داروا لخوتنا القبائل في 81. لازم نحبكم تبرهنوا لهم باللي انتم اسمى واذكى من هذه الايادي اللي راهي تشعل في النار تاع الفتنه بيناتكم. كي انتم كي تريبوا قبر نتاع واحد راكم ريبتوا قبر أبائنا وأمهاتنا. وتي الأخرى عندما تحرق دار على عائلة راهي أمك وبيك وولادك راك رايح تشردهم. خوتي لازم ننساو الأحقاد والكراهية اللي غرس هذا الشيطان ما بيناتنا. لازم نعيشوا كيف خطرك هذا هو مكتوبنا. ومستحيل يكون لنا مستقبل في التفرقة. مستحيل مستقبلنا لافنير تاعنا ومستقبل ولادنا في الوحدة تاعنا. لازم تبروفيو لهم بلي اون توس دي زالجيريان. دخلوا هنا مالكية وإباضية. شكونت سير فو لا جونيس هذوك الشيوخ ما نهضرش معاهم. دخلوا لهم في راسهم كابو هذوك ثاني. بصح انتوما لازم غدوة إن شاء الله تبنيو غردية جديدة. خلاص الجورنال أعزائي المشاهدين نتلاقاو نهار الجمعة الجاية إن شاء الله. بارك الله فيكم وبقوا على خير.